فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. إشي عجيب، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا تخدوش عنهم، تخدوش عنهم، كله بيأخذ عنهم. طب ما يا واضح علي فسر لنا إياها، إيش يعني ولا تستفتي فيهم منهم أحدا؟ ما في حدا عنده حقيقة في هذه القصة بالذات، هذه القصة ما في حدا عنده. لاحظوا شو قال كمان مرة، ولا تستفتي فيهم في قصة أهل الكهف منهم أحد. ومع ذلك ببساطة نأخذ في كتب التفسير من الروايات السريانية واليونانية واللاتينية وحط، وعمل أفلام كمان، وعمل أفلام، والله بقول لك ما تأخذش من واحد ولا واحد ولا واحد ولا واحد. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. طب نشرح المعنى، المعنى لأنه مرات على فكرة بعض الأساطير لما نأخذها من الأمم بتسيطر على دماغتنا بنبطل نعرف نفسر، بتصير هي معلومة سابقة بتقودنا في التفسير من حيث لا ندري، ونصير مرات أغبياء وإحنا نفسر نقبل إشي ما ملوش معنى، مشكلة. فلابد من تحرير العقل المسلم من تأثيرات الأمم الثانية وأساطيرها، وهي قصة الكهف فيها أساطير. والغريب إنه حتى بيجيبوا لك اسم الكلب شو كان اسمه. فلا تماري فيهم، عم بتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم، إياك أن تماري، يعني إيش تماري؟ تبحث تجادل في الموضوع من أجل الوصول للحقيقة في أمر أنت أصلا متردد فيه وما عندكش العلم، ما عندكش العلم. فلا تماري فيهم، إياك أن تماري في قضية أهل الكهف إلا عن دليل ظاهر، إلا عن دليل ظاهر. هاي مشكلة الناس على فكرة، كثير من الكلام بيجيبوه على عواهنه بدون دليل. في ناس حتى بيلحدوا نتيجة كثير من القصص والأساطير اللي جايبينها احنا من غير دليل، واحنا قصدنا قال نجذب الناس، فبيؤدي الى الحادهم واتهام الدين، لانه حضرتنا احنا اللي صرنا ندخل في الدين ما ليس منه ونخلط والناس تقدرش تميز. ولا تستفتي فيهم من واحدة، ما تطلب الحقيقة منهم، لانه الفتوى في النهاية بدك توصل لايش؟ للحقيقة. في الفتوى في الحكم الشرعي وصول حقيقة الحكم الشرعي قدر الإمكان البشري، إياك أن تطلب الحقيقة منهم. طب ليش بقول إن ما تطلبوش الحقيقة منهم؟ مشان يقول هاي القصة بالذات ما فيها حقيقة، لا في مكان الكهف ولا في أحوال أهل الكهف ولا في الزمان اللي حصل فيه، ما في حقيقة. ولا مين يا أخوي منين نأخذ إحنا؟ وأصلا قال لك نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن احنا غير ما فيش. وبالتالي لا يليق بمسلم انه يعتمد على الروايات مع وجود هاي الآية تطلبش الحقيقة في هاي بالذات من احد. ايش يعني؟ يعني من كثر ما مضى زمن ما عادش في حقيقة،